الأمل حرفة لا يملكها إلا صاحب كل قلب حساس، فاستحق صانعها أكبر جائزة عطاء يشهدها العالم العربي. فلا قوة بالحياة تغير المجتمعات نحو الأفضل أكبر من الأمل. مبادرة صناع الأمل الفريدة من نوعها أظهرت من خلال 65 ألف مشارك قدموا من 22 دولة، أظهرت أنبل وأجمل ما في داخل الإنسان. 5 انتقتهم لجنة التحكيم لما في مبادرتهم من باعث للأمل، فاستحقوا جائزة المليون درهم إماراتي. شيء جميل ان احنا نحصل على 5 مقاعد من بين 65 الف انسان قدم، وايضا شيء جميل ان الشيخ محمد بن راشد مكتوم طول الله عمره ان يكرم كل الخمسه انهم يكونوا صناع الامل لعام 2017. من المغرب انقذت الاف الغارقين في البحار، ومن سوريا كان الامل مبعثه قلوب بيضاء، وفي مصر ام لجميع الفقراء. أما في العراق فكان أب للأيتام والمشردين لتبعث معالي في نفوس أبناء اليمن الأمل من جديد. أنا هون مو مشان نفسي حالي، أنا هون كرمال ناس تانيين، كرمال ناس ما قدروا يكونوا موجودين اليوم بهذا المكان، كرمال ناس موجودين هلا بهاي اللحظة لعمق البحر بتوصل. وعايزين نفكر دائما في أفكار إيجابية حلوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما صيته حسن، كل ما هو عادل، كل ما يضيف للإنسانية شيء جميل، هي دي الحياة المزبوطة. مبادرات عطاء شهدها الحضور الذين قدر عددهم بالآلاف، أبكت عيونهم قصص عرضها المتسابقون، لامست مشاعر كل إنسان، فقالوا كلمتهم نعم للأمل أينما كان. نحن حصلنا على جوائز سابقة بمجال حقوق الإنسان والسلام والأمل من عدة دول بالعالم، وآخرتها كان الأوسكار والتكريم كأكثر 100 شخصية بالعالم من تايم ماجازين. هذا التكريم هو تكريم مختلف من حيث النوع ومن حيث المبدأ اللي تم على أساس التكريم. نحن بنعتبر أنه هذا التكريم هو انطلاقة جديدة في الوطن العربي، هذا بيهيئ الظروف لبث الأمل في الوطن العربي، وهي اليوم هي بداية لانطلاقة جديدة. ملايين الشبان في العالم العربي صنعت لهم تلك المبادرة أملا بالغد، حيث القوة بالبذل والعطاء، فلا مكان لليائسين إذا أرادت أن تتقدم المجتمعات. 5 صانعي أمل تنافسوا فيما بينهم، وفي عام الخير هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحوا جميعهم صناع أمل العالم العربي. لأخبار الآن، زكريا نعساني، دبي. هذا وشارك الفنان الفلسطيني محمد عساف وإلى جانبه أطفال برنامج The Voice Kids شاركوا حفلة تتويج صناع الأمل العربي الذي أقيم يوم أمس. وفي لقاء أجرته أخبار الآن، ثمن عساف مبادرة دولة الإمارات بدعم صناع الأمل والدور الذي تلعبه في إبراز ما وصفهم الأبطال الحقيقيون الذين أظهروا أنه ما يزال هناك أمل يقوده الشباب في العالم العربي. يعني شيء عظيم صراحة، النماذج اللي احنا شفناها اليوم في صناع الأمل، هاي النماذج والتجارب عن جد شيء عظيم، يعني بتمثل الحياة والإنسانية للإنسان العربي رغم الظروف اللي أغلب المتقدمين يعني يعيشوا في الدول اللي فيها حروب ومشاكل، لكن لم يفقدوا الأمل وكانوا دائما سابقين بهذه المبادرات وبمساعدة الناس والوقوف مع الناس. هذا شيء عظيم، يعني لا تستطيع أنك تختصره بكلمة أو بكلمتين. عن جد كل الاحترام والتقدير لكل اللي قدموا في هذه المبادرة. عن جد أنا بالنسبة يعني بالفعل هناك أمل في وطننا العربي، هذا شيء عظيم صراحة، وهذا الحفل وهذه المبادرة شيء جدا عظيم وجدا رائع. مشكور سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودولة الإمارات العربية المتحدة اللي تهتم بهذه الطاقات وهؤلاء الشباب وهذه المبادرات.